هاد الاخت كتقول يا اختي كنحبك فكيتيني من الكحه كانت قتلاتني ما شاء الله. الاخت كتكلم على الوصفه ديال الزعتر بالحليب واللوز اللي شاركت معاكم وعاود شاركتها معاكم، والناس الجدال اللي مازال ما شافوها نعاود نشاركها معاكم. هاد الوصفه راه قديمه، راه دقه بطله الكحه ما شاء الله، عرفتوا راه الملايين. وخفت نقول عاود ثاني الملايين ديال الناس وخرج شي واحد يقول لك اي هي على الملايين. والله العظيم ما شاء الله اللي خداها كيدعى معايا يوميا يوميا الوصفه ديال الكحه او اللي تاعت السعال اللي فيها غير الحليب كتشدو كتغليوه مع اللوز ويعني ومع واحد شويه ديال الزعتر او الازوك اللي كنسميوه حنايا فواره ولا فسوس، وصافي كتخليهم حتى كيغلاو مزيان. ومن بعد ما كيغلاو كتديروا لهم واحد شويه العسل وكتشربوهم قبل النعاس، يعني ضروري انكم تشربوه قبل النوم مباشره وتغطاو وتنعسوا ما تخرجوش للبرد، باش هكذاك ان شاء الله ربي يشافيكم. وهذو من الوصفات القدامين ديال جدود جدودنا بالصحه والراحه.